العاصمة الإدارية الجديدة التي تشهد انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، وذلك في نسخته الثانية، والذي ينعقد بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومثلما ذكرنا من قبل أيضا بالتعاون بين المجموعة الوزارية للتنمية البشرية ومبادرة السيد رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان، وذلك لكي يتم دائما التأكيد على الاستثمار في بناء الإنسان. 133 جلسة حوارية ثرية بتتناول كل ما يتعلق ببناء الإنسان، الصحة، السكان، وكذلك أيضا التنمية البشرية، وتعاون كبير بين كل مؤسسات الدولة وكل الجهات المعنية، وذلك من أجل تحقيق أفضل جودة لبناء الإنسان، جودة التعليم، جودة الرعاية الصحية، وبالتأكيد أيضا التنمية البشرية. يعني نتحدث عن تاريخ مصر الحافل مع مؤتمر السكان على مدار 3 عقود، حينما استضافت مصر مؤتمر السكان في عام 1994، يتجلى الفروق بين الماضي والحاضر حتى نصل إلى هذه النسخة التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية. في هذه النسخة مصر لم تكتفي باستضافة المؤتمر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولم تكتفي أيضا بتجميع وضيع السياسات والخبراء من مختلف التخصصات، بل ذهبت إلى رحاب أوسع لمفهوم السكان، وهو رحاب التنمية البشرية المستدامة. شعار هذا المؤتمر يرفع شعار التنمية البشرية نحو مستقبل أفضل مستدام، ومن هنا تتجلى محورية التنمية البشرية في ترسيخ مستقبل مستدام وتنمية بشرية مستدامة خاصة ببناء الإنسان المصري. أيضا هذا المؤتمر بالإضافة إلى مبادرة بداية التي أطلقت بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، والتي تستمر على مدار 100 يوم، تجوب كافة محافظات الجمهورية، تتعلق بكافة جوانب بناء الإنسان المصري والتنمية الشاملة للإنسان المصري. يعتبر المؤتمر ومبادرة بداية ركازيتين أساسيتين للعمل على دمج المؤتمر مع المبادرة، ومن ثم وضع أطر وخطط للتعامل على الأرض في تحقيق رفاهية وحياة أفضل للإنسان، ليس في مصر فقط ولكن على التصور والمستوى العالمي. بالتأكيد، ويعني مثلما ذكرت محمد، بنجد هنا أن كل المشروعات الرئاسية والمبادرات الرئاسية الخاصة بالمشروع القومي لتنظيم الأسرة المصرية، كذلك أيضا مشروع القومي حياة كريمة، بالإضافة أيضا إلى كل المبادرات الخاصة بالصحة مثل 100 يوم صحة، وكذلك أيضا الحملات التي تستهدف صحة المرأة، وأيضا الاستراتيجية الخاصة بالطفل. كل ما يتعلق بالمبادرات الرئاسية والمشروعات القومية الرئاسية التي تتم برعاية وبتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلها بتهدف في الأساس إلى بناء الإنسان المصري وتقديم أفضل جودة في كل الخدمات المقدمة إلى المواطن المصري. ومن هنا كانت هذه هي المحاور الرئيسية للجلسات التي سوف تنعقد، مثلما ذكرنا 133 جلسة. ربما من أبرز هذه الجلسات دور مبادرة حياة كريمة في تحقيق أهداف التنمية البشرية، كذلك أيضا المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وإحداث ثورة في الرعاية الصحية خلال الفترة القادمة، وغيرها من المحاور المهمة جدا التي تهدف في الأساس إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطن المصري وبناء الإنسان. عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. His Excellency President عبد الفتاح السيسي, the President of the Arab Republic of Egypt. السلام عليكم. تفضل استاذ. تفضل. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معالي الوزراء، السفراء، السيدات والسادة، ضيوف مصر الكرام،
أسعد الله صباحكم بكل الخير وأهلا بحضراتكم جميعا. نرحب بكم في قلب التاريخ وأرض الحضارة، حيث تلتقي العراقة بالمستقبل في العاصمة الإدارية، عنوان الجمهورية الجديدة. أهلا بكم في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي يجمع نخبة من قادة الفكر وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، لننطلق معا في حوار جديد حول قضايا السكان والصحة والتنمية البشرية. في 2023 شكل المؤتمر علامة فارقة، حيث أكد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة، وأسهمت توصياته في تقدم ملحوظ في مجالات الصحة الإنجابية والوعي المجتمعي. يركز المؤتمر في 2024 نسخته الحالية على تحقيق تأثير شامل من خلال دمج التنمية البشرية في صميم أهدافه، ومواجهة تحديات السكان والصحة في إطار أشمل، سعياً إلى تحقيق نهج متكامل لبناء الإنسان عبر تعزيز الصحة والرفاه والعدالة الاجتماعية. يهدف المؤتمر إلى تحويل المعرفة إلى أثر ملموس وبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة يساهم فيه الأفراد في بناء مجتمع مزدهر. السيدات والسادة الحضور الكرام، نجتمع اليوم تحت شعار التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام. المشروع القومي للتنمية المستدامة يساهم في بناء الإنسان ويغير في حياة كل مواطن استعداداً للمستقبل. أدعو حضراتكم الآن لمشاهدة الفيلم الافتتاحي للمؤتمر بعنوان أنت البداية. في اليوم ده كانت أول دقة قلب وأول لمسة حنان، دي كانت البداية، بداية حياة جديدة، بداية إنسان هيكبر ويكتشف العالم ويكون جزء من المجتمع. أيام الطفولة، عالم من الألوان والأحلام، كل يوم كنت بكتشف حاجة جديدة، بتعلم وبلعب وبحلم. خلال دراستي اتفتحت قدامي أبواب كتير، مش بس خدت شهادة، أنا كسبت معرفة ومهارات وثقة في النفس، وفي الملعب فهمت قيمة الفريق، إزاي الكل بيكمل بعض حتى لو كان هفضل أحاول لحد ما أحقق الانتصار. كل كتاب كنت بقراه وكل معلومة بوصل لها كانت بتقربني خطوة لمستقبلي. اتعلمت أهمية تحقيق الذات، وإن كل واحد فينا له دور حتى لو كان صغير عشان يبني مجتمع أفضل، وإن الاعتزاز بالوطن مش مجرد كلام، ده شعور بيحركك عشان دايماً تتقدم وتعلي اسم بلدك. ولما بقيت أب مسؤول عن أسرة ومستقبل، عرفت معنى إني أكون قدوة، وفهمت المعنى الحقيقي للحب والعطاء، وإن الأم هي القلب النابض اللي كلنا بنستمد منه قوتنا، هي اللي بتأسس وبتعلم وبتسند، وأولادنا هم قوتنا النهاردة وأملنا في بكرة، هم اللي بيكملوا مشوارنا وبينوروا مستقبلنا. دي حكاية مصري جاي لك من المستقبل علشان تشوف إزاي المشروع القومي للتنمية البشرية بيغير حياة كل مصري، وإن الوعي بالمشكلة السكانية هيخليك تستفيد أكتر من ثمار التنمية دي. عشان كده بصينا للمستقبل، وعلى مدار العشر سنين اللي فاتوا بنينا وطورنا، ركزنا على البنية التحتية وبذلنا جهود كبيرة في مجالات مختلفة، وقدرنا فترة قصيرة نحقق تقدم واضح في الإصلاح والتنمية، وده خلانا مستعدين للمرحلة الأهم والهدف الأساسي، بناء الإنسان المصري. من هنا بتبدأ رحلة مليانة طموحات وفرص،
رحلة بتأثر في حياة كل واحد فينا، رحلة بتكتب سطر جديد في قصة مصر. بناء الإنسان رحلة بنتشارك فيها كلنا، رحلة بتأثر في حياة كل واحد فينا، طريقها قدامنا وبداية المستقبل ملوش حدود، ومع كل بداية في فرصة جديدة، فرصة ننهض ونعلى، فرصة لبكرة أحلى، وانت البداية. مما لا شك فيه أن الإنسان المصري هو أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات. كل يوم بنصحى على فرصة من جديد، بداية لكل حاجة في إيدنا مش بعيد. كل يوم بنصحى على فرصة من جديد، بداية لكل حاجة في إيدنا مش بعيد. الكنز بين إيديك تقدر تشده ليك، بس تآمن بنفسك. هتسيبك بلادك، بس اثبت، بس اعرف اصل المهم تبدأ، اصل المهم تلحق حلمك. اثبت دوس، انحك في الصخر وكازح، اثبت لف تروس، انت من الاول ناجح. وتمشي تحت الشمس وقول هكون، هتكون وحيدك بكرة تلمس ولمس. عايز تعيش لازم تمد وتمشي تحت الشمس وقول هكون، هتكون وحيدك بكرة تلمس ولمس. دوس انحك في الصخر كافح، اثبت لف دروس، انت من الاول لف دروس، انت من الاول ناجح. السيدات والسادة، الضيوف الكرام، بناء الإنسان رحلة نتشارك فيها جميعا، وفي ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتنفيذ رؤية مصر 2030 فيما يخص محور الصحة بتعزيز كافة جوانب الأمن الصحي القومي لمكافحة الأوبئة، تم العديد من الإنجازات في هذا المجال، حيث حصلت مصر على إشهاد منظمة الصحة العالمية على خلوها من أمراض شلل الأطفال، التيتانوس الوليدي، الملاريا، الحصبة والحصبة الألمانية، هذا بالإضافة إلى خفض معدلات الإصابة بالأمراض المعدية والوبائية والوفيات الناتجة عنها والحد والتحكم في الأوبئة. الآن نقدم لحضراتكم كلمة مسجلة من الدكتور تيدروس أدانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لتهنئة فخامة الرئيس وكل المصريين بإعلان مصر خالية من الملاريا. Your Excellency President عبد الفتاح السيسي، Your Excellency Deputy Prime Minister Dr. Khalid عبد الغافر، Excellencies, dear colleagues and friends، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I thank President El-Sisi and the government of Egypt for hosting this important global congress. Health is both a precondition for development and an outcome. That's the principle behind the Meet Million Saha initiative, which is producing tangible results. Egypt has made impressive progress towards the Sustainable Development Goal targets on neonatal. وفيات المواليد والأمهات، ومع ذلك ما زالت العديد من الدول بعيدة عن تحقيق هذه الأهداف.
وقررت جمعية الصحة العالمية هذا العام تسريع الجهود للحد من وفيات الأمهات ومواليد والأطفال. وتحقيق هذا الهدف يتطلب الاستثمار في مجموعة من القطاعات الصحية والتنموية، بما في ذلك تعزيز النظم الصحية وإشراك المجتمع والشركاء والتعليم. وفي العام الماضي تشرفت بوجودي في مصر لتقديم شهادة منظمة الصحة العالمية لتصبح مصر أول دولة في العالم لتحقيق المستوى الذهبي في مسار القضاء على فيروس سي. واليوم نحتفل بإنجاز مهم آخر، وهو حصول مصر على شهادة القضاء على الملاريا. هذا الإنجاز هو نتيجة قرن من الالتزام من قبل الحكومة المصرية وشعبها، وهو يوضح ما يمكن تحقيقه من خلال القيادة الحكومية القوية والموارد الفعالة والتطبيق المستمر للأدوات المجربة لمكافحة الملاريا والتعاون عبر الحدود. ويشرفني نيابة عني أن تقوم مديرة الإقليمية لمنظمة الصحة الدكتور حنان بلخي بتقديم شهادة خلو مصر من الملاريا مع معالي نائب رئيس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار. تهانينا لكم جميعا وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا للدكتور تيدروس أدانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وألف مبروك لكل المصريين بفضل القيادة السياسية وكل القائمين على هذه المنظومة الصحية المتكاملة، حصلنا على هذا الإنجاز. أدعو الآن الدكتورة حنان حسن بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، والأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان إلى المنصة لاستلام شهادة إشهاد القضاء على الملاريا المقدمة من منظمة الصحة العالمية لجمهورية مصر العربية، تقديرا لهذا الإنجاز الوطني الكبير. ولكل المصريين. الآن يتفضل الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار لإلقاء كلمته، ومن ثم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030. فليتفضل معي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور الكرام، اسمحوا لي في البداية بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن المجموعة الوزارية للتنمية البشرية أن أتقدم بخالص التحية والتقدير لسيادة الرئيس لما نلقاه من دعم مستمر لقضايا الصحة والسكان والتنمية البشرية، وذلك في إطار هدف أشمل يتمثل في توفير حياة كريمة للمواطن المصري. كما أتوجه إلى حضراتكم بكل التحية والشكر على تشريفكم بحضور النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، حيث يتزامن مع مرور 30 عاماً على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة سنة 1994 لاستعراض مستجدات القضية السكانية دولياً في ظل التحديات التي واجهها عالمنا خلال حوالي 3 عقود، وتبعات تلك التحديات على تنفيذ الالتزامات المعلنة في إعلان القاهرة 1994 وتحقيق الأهداف السكانية والتنموية المتفق عليها وتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك في إطار تحاوري يهدف إلى تجديد الالتزام نحو القضية السكانية وطرح مناهج جديدة للتعامل مع تلك القضية في ظل المتغيرات المتلاحقة. مرحبا بكم على أرض مصر الطيبة، مهد الحضارة وأرض السلام، هذا البلد الأمين الذي كرس دوره على مدار التاريخ كي يكون جسراً وصالاً يربط بين حضارات العالم ويصل بين شعوبه، يثري مسيرة البشرية بمزيج خلاق من قيم إنسانية رفيعة، وأسهم في صنعها حوار الحضارات وتفاعلها الخصب
فوق هذه الأرض الخالدة على مدار 7000 سنة. يتناول هذا المؤتمر قضية قومية مصيرية تتصل بحاضر مصر ومستقبلها، وهي قضية السكان والتنمية البشرية، والتي تمثل تحدياً رئيسياً لهذا الجيل والأجيال القادمة، وعائقاً أساسياً أمام جهود الدولة للتنمية والنمو ورفع مستوى المعيشة. ويتمثل في استكمال المساعي التي بدلتها مصر خلال الفترة السابقة في مجال السكان والتنمية، حيث تم إطلاق واحدة من أهم برامج السكان والتنمية، وهي مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية. وإني على ثقة أن المناقشات المكثفة خلال أيام المؤتمر سوف تنتهي ببرامج عمل تتبناها كل القوى المشاركة بما يكفل فاعلية التنفيذ. استأذن سيادتك يا فندم في عرض جهود الدولة المصرية وإنجازاتها خلال الفترة من 2014 ل 2024 في مجالات التنمية البشرية، بالإضافة إلى خططها لاستكمال مسيرة البناء والاستكمال في رأس المال البشري. هيا فندم، واحنا بنعد أنا وزمايلي اللي أنا بمثلهم النهاردة وهم المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، الموضوع اللي هنعرضه قدام سيادتك في ظل الوقت المتاح، فكرنا في أكثر من زاوية نتكلم فيها على مشروع التنمية البشرية، ولقينا إن احنا محتاجين خلال الفترة اللي جاي الحقيقة إن احنا نتكلم على المشاريع القومية اللي تبنتها الدولة المصرية خلال 10 سنوات الماضية، وإزاي المشاريع دي كانت ليها تأثير مباشر على التنمية البشرية. فحاولنا إن احنا نشوف وجهة نظر المجتمع الدولي في المشاريع القومية اللي من خلالها قدرنا نشتغلها في 10 سنين، علشان نقدر نكون حققنا جزء من تأسيس التنمية البشرية حتى يمكن البناء عليها في المرحلة القادمة من 2024 ل 2026. كمان اتكلمنا على القضية السكانية، وإزاي القضية السكانية هي قضية حاكمة في التنمية البشرية مش بس في مصر لكن على مستوى العالم، والمشروع القومي للتنمية البشرية في المستقبل. الدولة اشتغلت في مشروعات متعددة بتكلفة أكثر من 10 تريليون جنيه في خلال 10 سنين، تعدت 10 تريليون جنيه في خلال 10 سنين، في مشاريع خاصة بالبنية التحتية، في تطوير وبناء الإنسان، وأيضاً في التنمية الاقتصادية. هذه المشاريع الضخمة اللي تبنتها الدولة المصرية خلال هذه السنوات ما كانش فيه ملف واحد ما تمش التعرض ليه وما تمش اقتحامه من الدولة المصرية. أنا بقول كده لأن الأولويات كانت كلها موجودة من 2014 للنهاردة، سواء بنية تحتية، سواء تعليم وصحة زي ما حضراتكم شايفين، سواء طرق، سواء نقل، أمن غذائي، حماية اجتماعية، كل مناحي التنمية موجودة في المشروع القومي اللي تم من 2014 لحد 2024 بهذه التكلفة الضخمة اللي تجاوزت 10 تريليون جنيه. لكن احنا بنشوف ايه اللي ممكن نعمله. احنا نشوف محركات البحث العالمية باستخدام الذكاء الاصطناعي او روبوت المحادثة والقواعد ومعالجة اللغة الطبيعية، ونستخدم نشوف رأي المجتمع الدولي على المشاريع القومية اللي تمت في خلال 10 سنين، رأيها ايه في التنمية البشرية. وسألنا سؤالين: ازاي يكون في تأثير مباشر ل التنمية البشرية أو المشاريع على التنمية البشرية، وسألنا إيه التحاليل الدولية اللي على هذا الموضوع علشان نقدر إن إحنا نطمئن على وجود بعد دولي لما تم في مصر في خلال 10 سنوات. كان الرد الحقيقة، ودي منصات ومحركات دولية بتستسقي المعلومات من كل ما كتب عن المشاريع الخاصة بمصر خلال 10 سنين، واحنا حددنا له مهمة وهي ربطها بشكل مباشر بالمشاريع. فكان الرد من خلال الشات جي بي تي بيقول ان هناك مستوى المعيشة وجودة الحياة، هناك توفير لفرص عمل وزيادة في الدخل، هناك تحفيز في النمو الاقتصادي، وايضا تعزيز للتعليم والتدريب المهني، وتحسين جودة الرعاية الصحية، وتحسين جودة التعليم. ده رأي المؤسسات الدولية من خلال محركات البحث فيما هو
تم من في مصر في خلال 10 سنين. إذن ما فعلته مصر من تبني لمشاريع ضخمة خلال 10 سنين في كل المجالات كان محل تقدير من المؤسسات الدولية بشكل كبير، وكان له تأثير مباشر على التنمية البشرية اللي هي في صميم بناء الإنسان. سألنا السؤال الثاني الخاص بالتقارير الدولية، يعني الكلام ده مصدر المعلومات من خلال منصة البحث مصدرها إيه؟ كان المصدر الرئيسي في البحث هو المؤسسات الدولية زي البنك الدولي وزي صندوق النقد الدولي وزي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الـ UNDP، وأيضا المؤسسات الأخرى زي اليونيسيف واليونسكو والـ UN agencies بشكل عام. إذن ما تم من خلال 10 سنوات كل مجال تم فيه مشروع كان له بعد رئيسي وأساسي ومباشر في التنمية البشرية، سواء من خلال خلق فرص عمل أو من خلال تحسين حياة المواطن المصري أو تحسين أداء الاقتصاد. وده يأخذنا إلى أهمية أن الأمور في الدولة من المشاريع القومية لها أساس وأساس كبير في كل المشاريع. لو اتكلمنا عن مشاريع خاصة بالتعليم أو الصحة أو الطرق أو النقل أو المواني أو الزراعة أو الحماية الاجتماعية، هنلاقي الرعاية الصحية لوحديها من خلال أكثر من 1300 مشروع في 10 سنوات بتكلفة حوالي 177 مليار جنيه، بخلاف المبادرات الرئاسية وبخلاف كثير من المنشآت الصحية والعلاج عن نفقة الدولة وقوائم الانتظار. لو رحنا للتعليم قبل الجامعي هنلاقي الانفاق الحكومي حوالي 1 تريليون جنيه، سواء من خلال زيادة في أعداد الفصول الدراسية أو زيادة في أعداد المدارس، وأيضا الاهتمام بالتعليم الفني والمدارس المتخصصة زي المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين. كل ده أدى إلى زيادة في مؤسسات التعليم سواء التعليم القبل الجامعي أو إضافة ما يقرب من 50 جامعة في فترة 6 سنوات أو أقل لمنظومة التعليم، بالإضافة إلى موازنة زيادة في موازنة التعليم العالي والبحث العلمي بحوالي 300 ضعف عما كانت عليه في 2014. بخلاف المشروعات الجارية العمل على أساسها في مجال الحماية الاجتماعية، أيضا تخصيص أكثر من 200 مليار جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامج تكافل وكرامة، ومن خلال توفير الدعم النقدي، وأيضا مساعدات أخرى من خلال تعويضات المتضررين. مشروع حياة كريمة وهو المشروع الأضخم على مستوى العالم الذي يستفيد منه أكثر من 20 إلى 25 مليون مواطن فقط في مرحلته الأولى، عشان يقضي حوالي 1480 قرية وحوالي 52 مركز في كل قرى مصر. المحافظات المستفادة بهذا المشروع الضخم حتى في التنمية الصناعية والتوسع في المناطق الصناعية الكبيرة في كل مستوى الجمهورية، وتنفيذ ما يقرب من 17 مجمع صناعي، وتوفير أكثر من 50,000 فرصة عمل في مجال الكهرباء والطاقة. يعني لست في مجال أتحدث فيه عن كافة المشروعات لأن هذا يعني تم الحديث عليه مرارا وتكرارا، لكن كل ما أردت الإشارة إليه أن نتكلم على المدن الجديدة اللي احنا جزء من موجودين فيها النهاردة في العاصمة الإدارية الجديدة، هي مثال لتنمية عمرانية وتنمية اقتصادية وتنمية بشرية لخروج من الوادي الضيق من 7% المصريين عايشين في حوالين الدلتا إلى ما يقرب من 11.6%، ومتجهين إلى أن احنا نكون في 13% من مساحة مصر المأهولة نستطيع من خلال التوسع بعدد كبير من 24 مدينة جاري تنفيذها من مدن الجيل الرابع. لكن الحقيقة الاستثمار في البنية التحتية ليست بدعة وليست يعني وليدة صدفة، وكل المؤسسات الدولية وكل الدول اللي تقدمت عبر التاريخ، ونشوف يعني مهاتير في ماليزيا بيتكلم على أن التنمية البشرية تحتاج إلى بنية تحتية وبنية تحتية قوية حتى تكون الأساس لأي تنمية بشرية.
أيضا بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة وبيتكلم على أهمية البنية التحتية في تشكيل اقتصاديات العالم. لكن يعني هذه البنية التحتية تحتاج، أو المحللين الأكاديميين اشتغلوا على فكرة تحليل الدول التي تقدمت عبر التاريخ من خلال الثورات الصناعية علشان تشوف إزاي قدرت إنها تتقدم، وحطوا التقدم للاقتصادي في الدول مبني على 5 مراحل، وسموها على اسم العالم مراحل النمو عند روستو، أو روستو إيفاليويشن للجروث. وهو اتكلم على مجتمع تقليدي بدائي بيعتمد على الزراعة، وهو مجتمع هش لابد من العمل على زيادة موارده والحاجات ليه، ودي مرحلة في دول كتيرة واحنا بنتكلم النهاردة موجودة في هذه المرحلة وهو المجتمع التقليدي. ثم التهيئ للانطلاق باكتشاف التقنيات وانتشار العلوم والتكنولوجيا والدخول للأسواق الخارجية، وقيام نخبة مؤهلة بالأعمال والاستثمار، وأيضا ظهور طبقة من المفكرين وحصول تطور في الفكر والمعرفة. ثم مرحلة الانطلاق، وهي مرحلة قريبة أو يعني تعتبر نسبيا قصيرة بحكم الزمن 20 لـ30 سنة، اللي بيحصل فيها نمو في الدخل الوطني ونحو الاقتصاد، وأيضا وجود قطاعات تتميز بالتركيز وتتميز بالمناخ السياسي والمؤسسي الملائم، وأيضا الانطلاق نحو الاستثمار المنتج اللي هو بيؤدي إلى زيادة في دخل الدولة. لو رحنا للمرحلة الرابعة وهي السير نحو النضج، وهي المرحلة اللي مصر موجودة فيها طبقا أيضا للتصنيفات الدولية، أن يكون هناك استثمارات ضخمة، هناك دولة فيها اهتمام بالإصلاح الاجتماعي، ازدهار في التجارة الخارجية، والتمتع باقتصاد وظاهرة تحضر في المجتمع، وهي المرحلة قبل الاستهلاك الواسع. ودول الـ5 مراحل الحقيقة اللي بيتكلم فيهم روستو على ازاي ممكن اي دولة تمر بـ5 مراحل للتطوير حتى تصل الى مرحلة النمو. يمكن انا يعني بحكم التخصص هتكلم على ما تم في خلال الصحة، نتكلم على الاكثر من 10 تريليون، يمكن نصيب وزارة الصحة كان 1 تريليون منهم في مشاريع كبيرة جدا، اهمها على الاطلاق هو التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى قرارات نفقة الدولة وقوائم الانتظار والمبادرات الرئاسية، وأيضا كافة المشروعات الحكومية في خلال الوزارة. الهدف من الاستثمار في قطاع الصحة هو صميم الاهتمام بالتنمية البشرية، لأن جزء كبير من التنمية البشرية مبني على فكرة العمر المديد والصحة الطويلة، وأيضا المجتمع الصحاء، والدليل أن هناك مؤشر في التنمية البشرية مبني على زيادة العمر في المجتمع، أو قياس تقدم الأمم بمتوسط العمر من عند الولادة. التأمين الصحي القديم أو الحالي قبل الجديد نتكلم على حوالي 240 مليار جنيه، وعدد حضراتكم تقدروا تشوفوا عدد المنتفعين اللي وصل ل 69 مليون منتفع، وأيضا التكلفة تعدت 51 مليار جنيه سنويا. لو كلمنا على المرحلة الحالية في التأمين الصحي الشامل، سواء المرحلة الأولى 6 محافظات أو المرحلة الثانية في 5 محافظات، بتكلفة حوالي 51 مليار للمرحلة الأولى وحوالي 120 مليار للمرحلة الثانية في محافظات الجديدة. ده مشروع في خلال 2030 2032 يستطيع أن يعمر ويغطي كافة المواطنين على مستوى الجمهورية. مشروع قوام الانتظار الاستفاد به 2.4 مليار مواطن في 20 مليار جنيه، وأيضا عدد قرارات نفقة الدولة زي ما حضرتكم شايفين اللي تكلفتها وصلت لأكثر من 107 مليار جنيه في خلال هذه الفترة. ده حماية صحية للمواطن، وده صميم في التنمية البشرية. من خلال المشاريع دي خلقت فرص عمل، وقدرت تخفف من ألام المواطنين، وقدرت أنها تحصل تحسين لجودة تقديم الحياة أو تقديم جودة الرعاية الصحية للمواطنين في كافة المحافظات. المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة بنتكلم على ما يقرب من 14 مبادرة رئاسية. خلال هذه المبادرات بتاخد رحلة المريض من بداية حياته لحد فوق سن 65 سنة. حققنا فيها نجاحات
زي النجاح اللي احنا شفناه من فترة ليست ببعيدة وهو حصول مصر على الإشهاد من منظمة الصحة العالمية لخلوها من فيروس سي، وأيضا على شهادة الإشهاد النهاردة من الملاريا، وكثير من المبادرات الرئاسية للصحة العامة الخاصة بالأورام السرطانية وبسرطان الثدي، وهي هامة جدا في النتائج الخاصة بالرعاية الصحية للمواطن المصري، واستفاد بها حوالي 94 مليون مواطن في 170 مليون خدمة. أيضا هناك إشادة دولية بما تم من قطاع الصحة، كما أشاد رئيس منظمة الصحة العالمية أمام حضراتكم منذ قليل، هناك إشادات كثيرة. الطريق طويل، أنا لا أدعي أن هناك حل لكل المشاكل، ولكن نحن في الطريق منذ 10 سنوات، والدولة تسعى جاهدة أن تحسن من أداء الخدمة الصحية ولسبيل التنمية البشرية. 1219 مشروع بحوالي 177 مليار جنيه في كل محافظات مصر، ودولة الرئيس يمكن في خلال زياراته يعني في كل المحافظات في أقاليم المختلفة بيبقى جزء من اهتمامه أن يكون في وسبات وفي زيارات للقطاع الصحي حتى يطمئن على جاهزية القطاع الصحي في كافة المحافظات على قدر سواء. لم نكتفي بهذا، وأيضا من تكليف من سيادة الرئيس بالاهتمام بما يطلق عليه المدن الجديدة، مدن الضخمة في الرعاية الصحية، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو في معهد ناصر أو معهد النيل الطبي، المدينة الطبية الجديدة، أو في مدينة العالمين الجديدة إن شاء الله للمشروع القومي للصحة النفسية. ولكن يبقى دائما القضية السكانية هي محور القضايا على مستوى الدولة فيما يخص التنمية، والتحدي هو تحدي الزيادة السكانية والزيادة والنمو الاقتصادي. يمكن النهاردة تتصادف أن هذا المؤتمر يعني بعد 30 سنة من المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عقد في القاهرة في 1994، وكان في هذا التوقيت يتكلم عن العدد والحجم. يمكن اليوم اختلفت المنظومة، ولما نتكلم على السكان بنتكلم أكتر على الخصائص السكانية من تمكين وأيضا من حقوق للمواطنين. فاللغة اختلفت بعد 30 سنة، ولكن التحدي لازال قائم بالنسبة لمصر، وهو القضية السكانية التي نزداد بها تقريبا في النمو السكاني أكتر من 3472 يوميا. وطبعا دي كل ده من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللي بيمدنا يوم بيوم بكل الإحصائيات. احنا بنزيد حوالي 1 نسمة كل 25 ثانية. هنا أنا أقصد بالزيادة وهو الفرق ما بين المواليد والوفيات، وبالتالي كل 72 يوم في 250 ألف زيادة. يمكن الدولة ما وقفتش عند هذا الرقم ساكنة، لكن في خلال أيضا 10 سنوات الماضية ومن خلال دراسة الهرم السكاني وتوقعاتنا على المستقبلية، مهم جدا أن احنا نعرف أن زيادة عدد السكان في مرحلة العمل من 15 سنة إلى 64 سنة هو ده المستهدف عندنا، لكن مش أي مواطن. المواطن المؤهل للعمل الذي يستطيع أن ينتج ويستطيع أن يكون فاعل في المجتمع. وبالتالي الدولة المصرية في الفترة الأخيرة حققت نجاحات في هذا الملف، لم ننتهي بعد، ولكن حققنا نجاحات في 2023 طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن انخفض معدل الزيادة الطبيعية بنسبة 8% مقارنة بعام 22، انخفضنا بحوالي 149 ألف مولود مقارنة بسنة 22، وده مجهود طويل عبر سنوات طويلة تبنتها، وده حقق لنا أن لأول مرة نشهد أن معدل الإنجاب الكلي في مصر ينخفض إلى 2.5، بمعنى أن كل سيدة في مرحلة الإنجاب تصل إلى 2.5، وده يعتبر أول رقم نصل إليه من عبر تاريخ مصر بالكامل. لو حضراتكم شايفين من سنة 75 كان 5.3، احنا بنتكلم على 2.5 سنة 23. إن شاء الله من خلال المجلس القومي للسكان ومن خلال الخطط البرنامج القومي للتنمية البشرية ومن خلال اهتمام الدولة المصرية في كل قطاعاتها، احنا مستهدفين يا فندم ان احنا نوصل 2.1 على 2030، وده هيحقق معدل الإحلال، وده معدل يعتبر جيد جدا إذا استمر المنحنى في الانخفاض، وده يخلينا لا نتحدث عن العدد ولكن نتحدث عن الخصائص السكانية نستطيع من خلالها تحسين أحوال المواطن المصري. هي التنمية البشرية والقضية السكانية يعني وجهين لعملة واحدة نستطيع أن احنا نعمل بيهم. إذا احنا وقفنا عند ما تم في خلال 10 سنوات الماضية من 14-24 إلى تأسيس الدولة المصرية للتنمية البشرية،
ثم الإعداد لمرحلة الانطلاق لمشروع القومي للتنمية البشرية اللي نعمل به على جودة الحياة وجودة الخدمات، وده اللي احنا أنا وزمايلي ممثلي المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بنشتغل عليه دلوقتي يا فندم، بعد ما كان هناك تهيئة للمجتمع بشكل كامل وبشكل مؤسس على ما تم من خلال 10 سنوات. وده المشروع القومي الجديد اللي بنتكلم فيه، وهناك دعم من فضيلة الإمام ومن قداسة البابا ومن المجتمعات الدولية اللي موجودين معنا في القاعة النهاردة، اللي بشكرهم على دعمهم لهذه القضية وتقديرهم أن مصر يعني وجدت أن هناك مسؤولية كبيرة في التنمية البشرية واهتمام قومي على مستوى الحكومة بهذا الملف الكبير. التنمية البشرية وأنواع التنمية هي المحرك للتنمية الاقتصادية، وهي المحرك للتنمية الاجتماعية، وهي المحرك للتنمية المستدامة. دون العنصر البشري لن يكون هناك تنمية. التنمية البشرية عشان نقدر نشوف احنا فين، لازم نعرف احنا مستهدفين ايه بمؤشرات واضحة، سواء من خلال الصندوق الإنمائي او من خلال البنك الدولي، اللي بتتكلم على حياة طويلة وصحية، بتتكلم على عصر للمعرفة، بتتكلم ايضا على مستوى معيشة لائق للمواطن المصري. الاساس موجود، ازاي نعمل في خلال المرحلة القادمة على تحسين كل المؤشرات. لكن احنا بنتكلم على مؤشر حاليا للصندوق الامم المتحده او برنامج الامم المتحده الانمائي، ان احنا في المرحله الامنه وهي مرحله المرتفعه في المؤشر. المؤشر بيشتغل من 0 إلى 1، احنا 0.7 حاليا، وعارفين المشاكل يا فندم اللي عندنا ايه، ومن خلال المؤشر بنشتغل انا وزمايلي في المجموعه الوزاريه ازاي نقدر نصل الى تحسين المؤشر في مصر في المرحله القادمه من خلال بعض الإجراءات التي ليست بالمستحيلة إن إحنا نشتغل عليها مع بعض، حتى نحسن من معدلات وفيات الأطفال ومعدل الالتحاق برياض الأطفال، وأيضا معدلات الوفيات في المراحل العمرية المختلفة. وده أيضا من خلال مؤشر رأس المال البشري في البنك الدولي، إحنا في المنتصف. كل هذه المؤشرات نستطيع العمل على تحسين الأداء فيها حتى نصل إلى ما نتمناه من تنمية بشرية حقيقية داخل المجتمع المصري في خلال سنوات قليلة قادمة. 7 أو 8 مرتكزات رئيسية، من أول تحسين الرعاية الصحية حتى غرس القيم والأخلاق. وسيادتك بتتكلم في كل حديثك عن أهمية الوعي وأهمية القيم وأهمية الأخلاق في المجتمع، ويمكن ده ما كانش ممكن يحصل من غير ما يكون في بنية تحتية مؤهلة الدولة بتعملها، وفي أمان وفي استقرار سياسي واستقرار اقتصادي، حتى نستطيع أن احنا نشتغل على كل المحاور الرئيسية أو المرتكزات الرئيسية فيما يخص برنامج التنمية البشرية. ايضا حددنا مراحل عمريه مختلفه من قبل الولاده الى فوق 65 سنه، حتى نستطيع مع زمايلي في المجموعه الوزاريه ان كل يعمل في مكانه، اذا كان بنتكلم على تضامن اجتماعي في مراحل هامه جدا وحمايه اجتماعيه، بنتكلم على التربيه والتعليم في مراحل السن المدرسي من سن 6 سنوات الى سن 18 سنه، زميلي في التعليم العالي من سن 18 سنه الى حوالي 22 سنه، وزاره العمل اللي بتعمل مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي لتهيئة سوق العمل وإيجاد فرص، وزارة التنمية المحلية من خلال لا مركزية الأداء في كافة المحافظات، وزارة العدل من توفير الغطاء التشريعي، وأيضا وزارة الثقافة ووزارة الأوقاف، حتى وزارة الشباب والرياضة اللي هي موجودة في كل المراحل العمرية. كل دول مجموعة وزارية فندم بنعمل سويا حتى نصل إلى ما نتمناه في ملف التنمية البشرية. بشكر سيادتك يا فندم على واي لو في اي استفسار من سيادتك انا جاهز. استاذن سيادتك يا فندم بتسليم سيادتك نسخه من الاستراتيجيه الوطنيه للصحه والسكان. سيادة الرئيس، نستأذن سيادتك يا فندم في استراحة قصيرة تليها الجلسة الحوارية.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معالي الوزراء، السفراء، السيدات والسادة، ضيوف مصر الكرام، نرحب بحضراتكم مجدداً في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثانية 2024. تبدأ الآن الجلسة الحوارية بعنوان الاستفادة من التحديات التنمية البشرية في أوقات الأزمات. يدير هذه الجلسة الحوارية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان. ويشارك في هذه الجلسة السيدات والسادة المتحدثين الموقرين وفقاً لترتيب الجلوس: الدكتورة ديانا كيتا، ممثلة سكرتير عام الأمم المتحدة، نائب رئيس صندوق الأمم المتحدة للسكان. السيد الدكتور صالح مهدي الحسناوي، وزير الصحة بجمهورية العراق. السيد السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة. السيد أدونيس جورجيادس، وزير الصحة بالجمهورية اليونانية. السيد الدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة بدولة فلسطين. الدكتور عبد الله الدردري، مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبلاد العربية. معالي الوزير، الكلمة لمعالي. أستاذ سيادتك في بدل، نعيش اليوم في عالم لا يخلو من الأزمات والتحديات التي تزداد تعقيداً وتشابكاً ما بين الأزمات الصحية التي اجتاحت العالم بداية من الجوائح ومروراً بالأزمات الاقتصادية التي تلقى بظلالها على معيشة الأفراد واستقرار الدول، وصولاً إلى الصراعات المسلحة التي تؤدي إلى نزوح الملايين. هذه الأزمات المتنوعة بعضها يأتي بشكل مفاجئ مثل الكوارث الطبيعية، والبعض الآخر يتصاعد تدريجياً مثل الأزمات الاقتصادية والسياسية. وبينما تختلف هذه الأزمات في طبيعتها، فإنها تتشابه في أمر واحد، ألا وهو تأثيرها المدمر على التنمية البشرية. وفي مواجهة هذه التحديات نجد أن المجتمعات النامية والهشة هي الأكثر تضرراً، حيث تتراجع مكاسب التنمية وتتسع الفجوات بين الأغنياء والفقراء، وتصبح الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة مهددة، ومع ذلك تظل هناك فرصة لتجاوز هذه الصعاب. فالقدرة على مواجهة الأزمات تكمن في مدى استعدادنا وصمودنا وقدرتنا على تحويل هذه التحديات إلى فرص للنمو والإصلاح. وفي هذا النقاش نستعرض معا كيف تؤثر الأزمات بمختلف أنواعها على التنمية البشرية، وكيف يمكننا العمل على تعزيز أنظمتنا لتكون أكثر قدرة ومرونة على مواجهة هذه الأزمات. فالأزمات لا يجب أن تكون نهاية، بل يجب تحويلها إلى بداية لمرحلة جديدة من البناء والابتكار. أود حاطط سيادتكم بأن المدة الزمنية للجلسة هي 45 دقيقة في جولتين من الأسئلة، وأن الزمن المحدد للإجابة على كل سؤال هي 3 دقائق. علينا جميعاً الالتزام بها، برجاء التفضل بمراقبة شاشة الوقت أمام حضراتكم أثناء بدء المناقشة. أبدأ بالسؤال الأول إلى معالي الوزير دكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. كيف يمكن تعزيز وتطويع الدبلوماسية كقوة ناعمة أساسية لتحويل التحديات التي تفرضها الأزمات إلى فرص لتعزيز التنمية البشرية؟ فلتتفضل. شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة. بالفعل العالم كله يواجه مجموعة شديدة الخطورة من التحديات
هناك تحديات بالتأكيد مرتبطة بالأمن والسلم ممثلة في العديد من الحروب والكوارث التي تواجهنا. هناك أيضا مجموعة من التحديات المرتبطة ببنية النظام الدولي والنظام الاقتصادي العالمي وعدم توفير التمويل اللازم للتنمية. بالتأكيد الدبلوماسية لها دور مهم جدا للعمل على تحويل هذه التحديات إلى فرص، أو على الأقل الحد من تأثير والتداعيات السلبية لمثل هذه التحديات. أولا طبعا الدبلوماسية بتكون أداة فعالة للعمل الجماعي. كل هذه الأزمات التي تحدثنا عنها، سواء التي تموج بها منطقتنا هنا في الشرق الأوسط أو في القارة الإفريقية أو في العالم بأسره، كلها بالتأكيد لا تستطيع دولة بمفردها أن تواجهها، ولا بد من أن يكون هناك تشارك من جانب المجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات. وبالتالي العمل الدبلوماسي بطبيعة الحال هو عمل فعال للعمل على حشد الجهود الدولية للتشارك الدولي والتضامن الدولي لمواجهة هذه التحديات. وكان لنا يعني نموذج في قمة المستقبل الأخيرة والدور اللي ممكن تلعبه الأداة الدبلوماسية في مواجهة هذه التحديات. هناك أيضا التحديات الخاصة ببنية النظام الدولي، خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل للتنمية بشكل ميسر، وأيضا النفاذ إلى التمويل، وأيضا إطفاء الطابع الديمقراطي على مؤسسات التمويل الدولية كالصندوق والبنك الدوليين. والدبلوماسية لها دور فعال في العمل على تصحيح هذا الخلل بطبيعة الحال. هناك أيضا دبلوماسية الأزمات والكوارث التي تتدخل لتخفيف الأعباء عن المدنيين الذين يواجهون موجات من النزوح. عندنا نموذج طبعا في مصر هنا من خلال استضافتها لأكثر من 9 مليون لاجئ، معظمهم هربوا من أوطانهم نتيجة للأوضاع الأمنية السيئة. هناك أيضا الدبلوماسية الخاصة بالتنمية والتي تعمل على التشارك مع المجتمع الدولي في أفضل الممارسات وفي أيضا بناء القدرات. ولدينا هنا في مصر نموذج يحتذى به بطبيعة الحال من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومن خلال كل برامج التمويل التي تقدمها مصر إلى أشقائها في الدول العربية وفي القارة الإفريقية. هناك أيضا الدبلوماسية الرقمية والتي تعمل على الاستفادة من كل الأطر الجديدة، التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، في التشارك مع كل أشقائنا في الدول العربية والدول الإفريقية للاستفادة من الخبرات المتراكمة. الخلاصة أن الدبلوماسية لها دور هام بالفعل للتخفيف من وطأة التحديات التي تواجهها المجتمع العالمي، وأيضا لتحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الصمود وتعزيز كفاءة المؤسسات. ولنا في مصر نموذج يحتذى به بعد طبعا كوفيد وأزمة الكوفيد والأزمة الأوكرانية، وصولا بأزمة غزة والأوضاع المتردية في منطقة البحر الأحمر. لولا كفاءة المؤسسات المصرية ولولا أيضا صمود الاقتصاد المصري وقوة وصلابة بنيته الداخلية، كل هذا أدى إلى التعامل مع هذه التحديات وامتصاصها وتحويلها إلى فرص النمو والتنمية المستدامة. أشكرك معالي الوزير. طبعا يعني وإحنا بنعد فندم أيضا لموضوع هذه المناقشة، كنا بنفكر في الأحداث التي تدور حول العالم ولسنا ببعيد منها بحكم وجودنا في منطقة تعتبر ملتهبة على مستوى الجيوسياسيا، سواء من الحدود الشرقية أو الغربية أو الجنوبية يعني، وأيضا الحدود العالمية فيما يخص الصراعات والحروب والمشاكل الاقتصادية والسياسية والطائفية. فكان لابد أن احنا يكون معانا النهاردة وزير صحة دولة فلسطين الدكتور ماجد أبو رمضان، عشان يحكي لنا بعد مرور عام من الصراع والحروب في غزة وفقدان يعني قتلى أكثر من عشرات الألاف ومصابين أضعاف هذه الأعداد،
وتدمير أكثر من 90% من المنشآت الصحية والتعليمية وفقدان للوظائف. وسؤالي لمعالي الوزير الدكتور ماجد أبو رمضان وزير الصحة بدولة فلسطين، وهو سؤال إجابته أعلم أنها صعبة، وهو ما هو تأثير الحرب والعدوان والنزاعات على مستقبل الشعب الفلسطيني الشقيق الذي عانى عبر تاريخ طويل ولا زال يعاني من صراعات وحروب في ظل مجتمع دولي لا يرى في تدخله وقف لهذا النزيف للشعب الفلسطيني. فأرجو الدكتور ماجد أن يطلعنا على ماذا يدور داخل دولة فلسطين سواء في الضفة أو في غزة من أثار لهذه الحرب الغادرة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير لمصرنا، مصر العروبة، مصر الجمهورية الجديدة، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية والشعب المصري الشقيق، كل التحية والتقدير من شقيقه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحكومة الفلسطينية وكل طفل وكهل وشاب فلسطيني من أعماق قلوبنا ومن صميم وجداننا، ليس فقط لكل ما تقدمه مصرنا العزيزة من دعم وإسناد للشعب الفلسطيني سواء كان في غزة الجريحة أو في الضفة الغربية، ولكن أيضاً للدور المميز والعمل الدؤوب والمستمر لوقف هذا العدوان الغاشم على فلسطين ولرأب الصدع الفلسطيني الفلسطيني. أود أيضاً أن أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة الصحة المصرية، الصحة والسكان، لكل ما بذلته ولكل الإسناد والعون الذي قدمته لنا، وأنها كانت تستجيب لطلباتنا كوزارة الصحة الفلسطينية ربما أحياناً قبل أن نطلبها تحسباً وتفكيراً منها. هذا العدوان الغاشم الذي استمر لأكثر من 7 عقود على فلسطين واحتلالها، ولكن في السنة الأخيرة وما زاد عليها كانت هناك هجمة بربرية طالت الشجر والحجر والبشر ولم تدر أخضراً ولا يابس. هذه الهجمة كانت تهدف بالأساس الإنسان الفلسطيني، الهجمة تهدف أساساً إلى محو كل إمكانية للحياة في قطاع غزة وأيضاً في الضفة الغربية في عدة مناطق. هذا العدوان أدى كما أسلف زميلي ليس فقط إلى تدمير البنية التحتية ولكن أيضاً إلى تدميم النظم الصحية التي كنا نفخر بها في فلسطين. كنا نفخر بأن لدينا أحد من أفضل نظم التطعيم الصحي بنسبة فعالية تزيد على 99%. كنا نفخر بأننا فلسطين أعلنت خالية من البوليو شلل الأطفال حتى قبل إسرائيل نفسها، ولكن الآن هم أعادونا إلى أكثر من 40 سنة إلى الوراء نتيجة تدمير البنية، انقطاع المياه النقية، الصرف الصحي يغطي أطنان وآلاف وملايين الأطنان من الركام ومخلفات الحرب. كل هذا أدى أيضاً إلى انقطاع التطعيم الصحي لأطفالنا، وأدى إلى أن أحدهم قد أصيب فعلاً بشلل الأطفال نتيجة الفيروس. هذا التدمير الممنهج أيضاً استهدف ليس فقط المنشآت الصحية ولكن أيضاً الأفراد. نحن وجدنا كيف أن الأطباء في مستشفيات الشفاء وفي ناصر وفي الشمال قد اعتقلوا وعذبوا وقتلوا وأسروا ودمروا، وأنهم استشهدوا وهم لا يزالوا يحافظون على صحة مرضاهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. الهجمة أيضا ليست فقط في قطاع الصحة ولكن أيضا في قطاع التعليم، في القطاع الاجتماعي، التدمير الممنهج لكل أسس الحياة الكريمة. نحن في فلسطين كنا بشهادة العالم قد استطعنا أن نسير في على الأقل 6 أو 7 أهداف من الأهداف التنمية المستدامة SDGs، ولكن الآن عدنا إلى ما قبل نقطة الصفر. هذا العدوان الغاشم سيحتاج بلا شك إلى قدر كبير وعدة سنوات لإزالة آثاره، ولكن نحن واثقون
بأننا بالعون الله وبالتضامن من أشقائنا ومن مصرنا الحبيبة على نحو الاختصاص قادرون على أن نعيد بناء غزتنا. شكرا. أشكرك معالي الوزير. تختلف الأزمات من مكان إلى مكان، ويمكن ما نعاني منه في مصر لا تعاني منه دول كثيرة، أعني هذا القضية السكانية أو الزيادة السكانية. سؤالي الآن موجه إلى الصديق العزيز معالي الوزير أدونيس جورجياديس، وزير الصحة بدولة اليونان. واليونان من الدول التي تواجه مشكلة في تناقص عدد السكان وارتفاع معدلات العمر في السكان، وسؤالنا: ما هي الإجراءات التي تتبعها اليونان للتنمية والمحافظة على ثروتها البشرية؟ فليتفضل. Your Excellency, President of the Arabic Republic of Egypt, Abdel Fattah al-Sisi, let me express you my admiration for the achievement of your government. My Prime Minister Kyriakos Mitsotakis sent his greetings and his friendship, and I want to go back to Greece and promote the achievements Egypt has done under your leadership, and mostly of all the vision that you promoted for Egypt's future, which is a brilliant future that deserves to the Egyptian people. Thank you very much for all these achievements. My dear brother, Your Excellency, Dr. Khaled Abdel Ghaffar, Deputy Prime Minister of Egypt for Human Development and Minister of Health and Population, esteemed ministers, distinguished guests. It's very strange to me that I heard the speech my brother had before and the targets you want to reach in the population of Egypt in the years to come. I come from a country that it's exactly in the opposite phase. And you know, the aging population and the low fertility rate and birth rate is something that is not only a problem of Greece, but it is a problem of the whole Western countries. In Greece, we are trying to deal with this problem by providing a lot of incentives to young couples that decided to make a children. We're trying to help them by giving them loans with the guarantee of the state and lower rates in order to be able to buy their own house and build their own family as fast as possible. We gave them an easier access to places to have their children while the mother and the father are working, because we have a lack of shortages of labor, so all members of the family. نقص في العمالة ويجب على كافة الأسر أن تعمل، ونحاول أيضا أن نوفر لهم إعانة نقدية لكل طفل يولد للأسرة من أجل أن نساعد الأسرة على أن تغطي نفقات الطفولة. ولكن لأكون أمينا معكم، كل هذه الإجراءات في مجملها لم تتمكن من عكس المعدلات. كل ما نطمح إليه هو أن نبقي على المعدلات كما هي اليوم. استطعنا أن نفعل ذلك بمساعدة الحوافز، واستطعنا أن نجذب السكان اليونانيين للعودة إلى اليونان، خاصة من تركوها في خضم الأزمة المالية التي عانينا منها، والتي استطاع فخامة الرئيس المصري أن يعبر بمصر من خلال مثل هذه الأزمة. نحاول أن نبقي على عدد السكان وأن نمنح لهم مستقبل أفضل. أشكرك. شكرا جزيلا. أتوجه الآن بالسؤال إلى السيدة دينا كياتا، ممثلة سكرتير عام الأمم المتحدة ونائب رئيس صندوق الأمم المتحدة للسكان. دور الأمم المتحدة وخصوصا صندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم الدول بشكل كبير في تحسين الخصائص السكانية في الأمم، وسؤالي: ما هي النهجة المبتكرة التي تتبعها الأمم المتحدة لضمان إعطاء الأولوية للأشخاص في الحالات الأكثر ضعفاً واحتياجاً، وخاصة النساء والشباب، في جهود التنمية البشرية، وخاصة في خلال أوقات الأزمات؟ فلتتفضل السيدة دياني.
Thank you very much, Your Excellency. أشكرك سعادة الوزير. فخامة الرئيس، اسمح لي أن أحييك وأحيي الشعب المصري وحكومته بالسلام. في الأمم المتحدة نشعر بالانبهار بمستوى التنمية. أهنئكم لترقية وزارة الصحة والسكان إلى كونها وزارة للتنمية البشرية، لأن هذا يعبر عن الكثير والكثير. نعيش في أوقات صعبة. استمعت إلى معالي الوزير من فلسطين والذي أظهر لنا أننا كبشر لا غناء عنا لإنقاذ الحياة، وما يهم هو وجود البيانات المقسمة لنعرف كيف أن النساء والشباب والفتيات والفتية أين هم وأين أماكنهم وما هي المساعدات التي يحتاجونها. هذه هي وظيفتنا، لأن الأسرة يجب أن تستمر كأسرة، والنساء يجب أن تحظين بالقدرة على إنجاب الأطفال. يجب أن يكون له ما نطلق عليه في الأمم المتحدة هوية قانونية، أن يكون له اسم وأن يسجل وأن يكون جزءا من الإحصاء. مصر دولة مستضيفة لقدر كبير جدا من السكان النازحين، وهم سكان في وضع هشاشة ويحتاجون للكثير. نحن بحاجة لمساحات آمنة وعيادات متنقلة، كل التقنيات نستخدمها مثل التعليم الرقمي، ولكن أكثر ما يهم هو طريقة دمج المجموعات الهشة من السكان، لأن المساواة هي أمر في غاية الأهمية، وهذا هو ما نراه هنا مع 9 ملايين ساكن ضيف هنا في دولتكم تستضيفونهم. ما أريد أن أقوله هو أن نوع المساعدات التي نقدمها هي مساعدات نقدية ومساعدات بالبطاقات، وهي أمر في غاية الأهمية من أجل أن نتحقق من أن الأسرة والمرأة ستحصل على موارد تكفي إعالة أسرهم. الأمر الهام أيضا بالنسبة لنا هو ما ذكره الوزير العزيز، هو الخيارات وليست الفرص. يجب ألا نترك للفرص، حياة الناس لا تترك للفرص. لذا أشكر سيادة نائب رئيس وزراء مصر وحكومة مصر على ترحيبكم بنا هنا في مصر، وترحيبكم بكل من يحتاجون لكم ويحتاجون إلى المساعدة، ومحاولتكم لأن توفروا لهم حياة كريمة. شكرا جزيلا. مع صديقي السيد الدكتور صالح مهدي الحسناوي وزير الصحة بجمهورية العراق، أدعوه إلى المؤتمر وإلى الجلسة الحوارية، وكان مرتبط بارتباطات كثيرة في أمور أخرى، ولكن عندما علم بالدعوة يعني لم يتأخر وفضل أن يلغي كثيرا من ارتباطاته حتى يكون موجودا معنا اليوم. وزير الصحة بجمهورية العراق الدكتور صالح مهدي الحسناوي. والعراق من الدول العريقة والشقيقة لجمهورية مصر العربية، والتي عانت عبر سنوات طويلة وعقود طويلة من صراعات وعدم الاستقرار. سؤالي، كيف عملت دولة العراق ونعمل سويا في كثير من المجالات وأنت تعلم على إعادة بناء بنيتها التحتية كمحرك رئيسي لعودة العراق إلى عهدها وللاهتمامها بملف التنمية البشرية؟ فليتفضل أخي دكتور صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المحترم، سيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يخفى عليكم ما تعرض له العراق خلال 50 سنة الماضية، ابتداء من الحرب العراقية الإيرانية ل8 سنوات، ثم حرب الخليج، ثم الحصار الاقتصادي الجائر، وبعدها الاحتلال الأمريكي، ثم الحركات المتطرفة والحركات الإرهابية، ثم احتلال داعش ل3 محافظات من العراق، لحين تحرير العراق قبل 10 سنوات، والشروع ببناء بلد ديمقراطي فيدرالي. الملف الأول اللي كان أمامنا هو ملف النازحين. الحركات الإرهابية والمتطرفة واحتلال داعش أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من أبناء شعبنا. عملنا كحكومات متعاقبة على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية من خلال هذه المخيمات، وبالتدريج إعادتهم إلى مناطقهم وإدماجهم في المجتمع. والحمد لله والشكر، كان 1/7/2024 هو تاريخ إغلاق
آخر مخيم للنازحين في العراق. وعملنا كذلك من خلال التنمية البشرية سوية ويدا بيد مع مشاريع البنية التحتية. شهد العراق تطور كبير في البنية التحتية من خلال الخدمات البلدية المتعلقة بمشاريع المياه والصرف الصحي، خدمات الطرق، الإعمار المتعدد، المستشفيات، المدارس، المراكز الصحية، الجامعات. وبإحصائية بسيطة، في عام 2003 كان لدينا 17 جامعة حكومية، الآن 41 جامعة حكومية، ولدينا 10 جامعات أهلية، الآن لدينا 71 جامعة أهلية. كذلك الاستثمار في الشباب من خلال مراكز الشباب المنتشرة في مختلف محافظات العراق والملاعب الدولية الحديثة. مع البنية التحتية كان هناك عملا مستمرا على استراتيجيات متعددة سكانية متعددة. ابتدأنا بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وبقطاعات مختلفة. القطاع الصحي شمل كافة الخدمات الصحية التي تقدم في المؤسسات الصحية سواء كانت الثانوية أو الثالثية أو الرعاية الصحية الأولية، وأعطي مثل عليها برنامج اللقاحات. تم توسيع برنامج اللقاحات بشكل أفقي، زيادة اللقاحات إضافة إلى زيادة التغطية الصحية الشاملة وتطبيق قانون التعليم الإلزامي ومكافحة التسرب في المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية. وفي مجال الشباب كذلك تم تشكيل المجلس الأعلى للشباب. وأهم تحدي كان أمامنا كبلد 60% من سكانه هو من فئة الشباب، أهم تحدي كان أمامنا البطالة. استحدثنا برنامج القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة لإعطاء فرصة للشباب لتنمية مشاريعهم في القطاع الخاص، وكذلك برنامج الابتعاث لخريجي الكليات، عشرات الآلاف تم ابتعاثهم إلى خارج العراق لغرض تطوير مهاراتهم والحصول على شهادات عليا، إضافة إلى تمكين المرأة. والدستور العراقي ضمن المرأة مشاركة في مجلس النواب العراقي بنسبة 25%، لكن الآن المجلس الحالي فيه 31% من النساء، وهذا يدل على المشاركة الحقيقية للنساء في التنمية المجتمعية. وكذلك توسعنا إلى كبار السن وتعزيز القطاع الخاص. الثلاث دقائق انتهت لدي الكثير، وشكرا جزيلا. شكرا معالي الوزير. أتوجه الآن لسؤالي للدكتور عبدالله الدرديري، مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبلاد العربية. في المنطقة العربية أثرت الأزمات بشكل كبير على التنمية، ما هو الدور الذي تلعبه المرونة الاقتصادية في دعم التنمية البشرية خلال فترة الأزمات من خلال رئاستك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بالدول العربية؟ دكتور عبدالله تفضل. فخامة الرئيس، السيدات والسادة، سكان المنطقة العربية يشكلون 5% من سكان العالم، وفي منطقتنا ومن منطقتنا 10% من لاجئي العالم، وفي منطقتنا 30% من إجمالي النزاعات في العالم. إذن هناك هشاشة في المنطقة وهناك جذور في المنطقة للنزاعات. رقم آخر لو سمحتم، أن وضع المنطقة العربية في مؤشر مثلا حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو أفضل من وضعها في ترتيبها في مؤشر التنمية البشرية. هذا يعني أن مؤشر التنمية البشرية في المنطقة لم يلحق بعد بالإنجازات التي تحققها في الواقع الاقتصادي في المنطقة، وهذا أيضا يفسر الهشاشة للنزاعات التي نشهدها في منطقتنا. وبالتالي معالجة موضوع النزاعات طبعا هو عملية سياسية ودبلوماسية، ولكنه أيضا يتطلب معالجة هذه الهشاشة من خلال تأمين وضمان بأن التنمية البشرية بمؤشرها المتكامل من صحة وتعليم ونمو اقتصادي تسير في مسارات متوازية ومتماشية مع بعضها، من خلال تمكين الصحي والتعليمي والاقتصادي لكل فئات المجتمع وعدم
إخراج أي فئة من فئات المجتمع من هذا التمكين، ومن خلال بنية تحتية قوية. والحمد لله نحن في مصر، والحمد لله مصر حققت إنجازا كبيرا في مجال البنية التحتية، فهي الآن تعد في المرتبة 22 عالميا في كفاءة البنية التحتية، وهذا الذي يسمح لها بأن يكون عندها صمود أعلى بالنسبة للنزاعات التي تشهدها المنطقة، وقدرتها على أن تكون قاطرة لاحقا في إخراج المنطقة من نزاعاتها دبلوماسيا، ولكن أيضا اقتصاديا ومن ناحية التنمية البشرية. جهودنا تنصب في البرنامج الإنمائي على دعم دولنا من أجل أن تلحق التنمية البشرية كمؤشر مع التنمية الاقتصادية، وأن تسيران في مسار واحد، وضمان أن النمو الاقتصادي يتماشى مع الحماية الاجتماعية، وأن النمو في البنى التحتية يتماشى مع نفاذ المواطنين للخدمات وللموارد المالية والتي تسمح لهم بالانطلاق في مستقبلهم والاستقرار والشعور بالأمن لهم ولأولادهم في المستقبل. شكرا جزيلا. أشكرك. أعود إلى معالي الوزير بدر عبد العاطي. يعني ذكرت في حديثك استضافة مصر لعدد كبير من الضيوف كما يترأى دائما من سيادة الرئيس لتسمية أن يعيشوا بيننا ليس في مخيمات، ولكن هم بأعداد كبيرة قد تصل إلى طبقا للإحصائيات المنظمات الدولية إلى 9 مليون وأكثر. ولكن نشهد أيضا في ضوء الاضطرابات استمرار عملية النزوح الجماعي لكثير من الدول، سواء نزوح داخلي داخل الدول أو نزوح خارج حدود الدولة. وفي ظل هذا الارتفاع العالمي في النزوح، وبحكم يعني تخصصك ومسؤوليتك في شؤون المصريين بالخارج وأيضا شؤون الهجرة، كيف يمكن صياغة سياسة الهجرة لدعم التنمية البشرية في كل من البلدان المضيفة والبلدان الأصلية؟ تفضل. بالفعل قضية الهجرة قضية شديدة الأهمية. الهجرة ظاهرة قديمة قدم المجتمعات البشرية، وبالتأكيد هناك جوانب شديدة الإيجابية لظاهرة الهجرة ممثلة، إذا كانت بالفعل هجرة نظامية هجرة شرعية، فهي تفيد الدول التي تصدر هذه الهجرة الشرعية وأيضا الدول المستضيفة لها. يعني إذا نظرنا إلى الدول الغربية، الدول الأوروبية، هي بها مجتمعات شائخة طاعنة في السن، وفي منطقتنا العربية والإفريقية هناك مجتمعات شابة، وبالتالي نستطيع أن احنا نساعد هذه الدول في سد الفجوة التي لديها فيما يتعلق بالعنصر البشري الهام، وهو العنصر الأساسي في عملية التنمية، من خلال بناء القدرات، من خلال توفير التدريب المهني، التعليم الفني. فبالتالي هذا شق شديد الإيجابية لقضية الهجرة، إذا كانت هجرة نظامية شرعية موسمية. ولدينا في مصر نماذج شديدة الإيجابية، شراكات مع بعض الدول مثل ألمانيا، مثل إيطاليا، مثل مؤخرا اليونان، وأيضا قبرص، يتم توفير العمالة المدربة ويتم إفادها إلى هذه الدول لفترات محددة، ثم يعود ويحل محلهم غيرهم، ويتم تدريب أعداد كبيرة لاستقبال السوق المحلي في مصر وأيضا السوق الخارجي. لكن هناك أيضا بعدين آخرين لقضية الهجرة، هو قضية النزوح بالتأكيد نتيجة للصراعات والأزمات الداخلية، وهناك أيضا قضية الهجرة غير الشرعية. قضية الهجرة غير الشرعية بالتأكيد مشكلة كبيرة، ولكن يتعين أن احنا ننظر إليها ليس فقط من منظور أنها تهديد أمني فقط، ولكن لابد من أن تكون هناك أو يكون هناك منظورا شاملا للتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية. لابد من التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وزيادة الوعي بالتأكيد، ودي مسؤولية مشتركة ما بين الدول المستقبلة للهجرة غير الشرعية والدول التي تخرج منها أيضا الهجرة غير الشرعية. ولدينا في مصر نموذج يحتذى به، منذ سبتمبر 2016 لم تخرج من السواحل المصرية أي مركب تحمل هجرة غير شرعية، وده إنجاز يحسب للدولة المصرية. هناك أيضا قضية النزوح، وهي قضية شديدة الخطورة نتيجة للأزمات المتفاقمة
وأيضا مصر تتحمل أعباء كبيرة، مستمع تتحمل أيضا مجموعة من دول الجوار للمناطق الأزمات. وبالتأكيد لابد من تعاضد المجتمع الدولي، لابد من دعم الدول المجاورة لمناطق النزاعات، وإلا فإن الدول المستقبلة لهذه الموجات الهائلة من النازحين لن تستطيع أن توفر الدعم لهذه الموجات الكبيرة من البشر الذين نزحوا لعدم توفر الأمن والاستقرار في بلدانهم. مصر بتقدم أيضا نموذج يحتذى به للعالم. مصر الدولة الوحيدة التي ليس بها معسكر واحد للاجئين، الضيوف يندمجون في المجتمع المصري ولهم طبعا القدرة على الوصول إلى الخدمات المجانية مثل خدمة التعليم، مثل خدمة الصحة، ويتم معاملتهم معاملة المصريين. أيضا لديهم القدرة على النفاذ إلى السلع المدعومة خاصة الخبز، وما فيش يمكن دولة في العالم بتعامل ضيوفها من النازحين أو المهاجرين مثلما تعامل به مصر ضيوفها. لكن مرة أخرى لابد من تعاضد المجتمع الدولي، بدون توجيه موارد كافية لن تستطيع هذه الدول ومن بينها مصر أن تتحمل هذه المسؤوليات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها دول العالم الناجمة عن الأزمة الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا والآن الأزمات المحتدمة. ونذكر على سبيل المثال التوتر الحالي في منطقة البحر الأحمر يكلف الخزانة المصرية شهريا أكثر من 600 مليون دولار. فبالتالي لابد من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته حتى لا يأتي ويشتكي من تدفق المراكب التي تحمل المهاجرين غير الشرعيين. فلابد من دعم الدول المستقبلة للنازحين حاليا حتى يتم توفير الأمن والأمان والمعيشة الكريمة لهم وتجنبهم ويلات المخاطرة بأرواحهم من خلال القيام بالهجرة غير الشرعية. شكرك. لازلنا نتكلم أيها السادات والسادة فيما يخص التنمية البشرية وفي ظل الأزمات. وكان دائما سيادة الرئيس ما يتطرق إلى أهمية الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي لتنمية الإنسان في الأمم. سؤالي يعود أيضا إلى وزير الصحة بدولة فلسطين. كمواطن فلسطيني تخرج من جامعة مصرية وهي جامعة عين شمس على ما أتذكر من كلية الطب، ماذا ترى في اليوم الآخر؟ نتمنى أن يكون غدا هو يعني تعود الأمور إلى ما كانت عليه وأفضل، فكيف ترى فلسطين من خلال وزارة الصحة اليوم الآخر والاستعداد لإعادة الإعمار وإعادة التنمية البشرية بعد هذا العام من الدمار؟ شكرا للسؤال. في الواقع الأول الأمر والأهم هو وقف هذه الهجمة العدوانية، وقف الحرب. لن نستطيع بناء أي شيء في تحت ضرب النار. هناك العديد من الأولويات ليس أقلها البنية التحتية واستعادة المؤشرات الصحية والاجتماعية والثقافية، ولكن يجب التركيز على بناء رأس المال البشري لدينا. نحن لدينا إرادة وتصميم، ولكن في هذا الأمر نحن نحتاج إلى كل المساعدة الممكنة من الأشقاء والشركاء في مختلف المكان. نحتاج إلى دعم دولي حقيقي، نحتاج إلى تضامن حقيقي لتنمية الاقتصاد الوطني أيضا. في هذا الأمر نحن نعول كثيرا على شقيقتنا الكبرى مصر. مصر هي العمق الاستراتيجي لفلسطين. معظم خريجي الجامعات لدينا هم خريجي الجامعات المصرية، وأنا فعلاً من جامعة عين شمس كلية الطب. هناك تجربة عميقة وثرية خلال السنوات الماضية كانت لإعادة البناء وإعادة تأهيل البنية التحتية، وخاصة في محافظتي غزة وشمال غزة، وللأسف الشديد تم تدمير ذلك كله خلال الهجمة الاستعمارية. ولكن ما أريد أن أقوله أننا نحن كشعب فلسطيني لدينا إرادة قوية، ونحن قادرون بإذن الله، وسلطتنا الوطنية الفلسطينية قادرة بأن تقوم بإعادة البناء في وإعادة بناء كل ما دمره الاحتلال، وربما في فترة أقصر مما يتوقع البعض الكثيرون. ولكن نحن
نحتاج فعلا إلى مؤازرة كل الشعوب العربية والشعوب المحبة للسلام والمنظمات الأممية والدولية. نحن في غزة، وأنا كنت رئيس البلدية، شعار البلدية غزة هي العنقاء، الطائر الذي ينهض من الرماد. غزة ستنهض من رمادها كما نهضت من رمادها عدة مرات على مر العصور، وسوف نبني غزة مرة أخرى. هذا وعدنا لشعبنا، وعدنا للعالم بأسره، وأيضا سنعمل. We will build better back. شكرا. شكرك. الأزمات تختلف والصراعات تختلف ما بين إرهابية وعرقية وصحية واقتصادية. مرت اليونان بأزمة اقتصادية كبيرة في 2010، وبعد تخطي تلك الأزمة، سؤالي ماذا كان تأثير الأزمة على التنمية البشرية بركائزها المختلفة، خاصة فيما يخص القطاع الصحي؟ وسؤالي إلى معالي الوزير أدونيس جورجيادس، وزير الصحة بدولة اليونان. شكراً. أريد أن أقول أن اليونان واحدة من الدول التي قدمت الدعم للشعب الفلسطيني، ومنحنا لهم الفرصة للدخول إلى مشافينا، ونحن مستعدون لاستضافة المزيد من المرضى في هذه الأزمة. وأريد أن أقول أيضاً أن الرهائن الذين تم أخذهم كرهائن منذ 7 أكتوبر يجب أن يعودوا، وهذا هو أساس بناء السلام في المنطقة. أي محب للسلام يجب دائماً أن يوافق على هذا. أعود إلى سؤالك معالي الوزير. اليونان استطاعت أن تخرج من أزمة عنيفة، ومن أجل أن نخرج من هذه الأزمة استعنا بمنظمة الصحة العالمية، وقمنا بصياغة قانون لإتاحة شاملة للنظام الصحي، وعززنا الصناعات الدوائية، وبدأنا بإنتاج الأدوية التجارية، لأن اليونان ساعدت وتنتج الآن 12% من إجمالي ناتج الأدوية في أوروبا. ونحن نتقدم في هذا الأمر، والتزمنا برؤية السيد الرئيس. كما استطاع الشعب المصري أن يحصل على الدواء في أي مكان في الدولة، وهو أمر رائع هنا في مصر. هذه هي رؤية القائد الحقيقي الذي يفهم الاحتياجات الفعلية للشعب. لدينا الكثير من السبل التي نستطيع أن نتعاون من خلالها. حققنا الكثير من النجاحات، ولدينا خبرة خرجنا بها من الأزمة المالية، ساعدتنا على أن نساعد في إدارة الموازنة، وأنشأنا البروتوكولات، ورقمنا النظام الصحي بشكل جذري. كافة الوصفات الطبية الآن تتم من خلال منظومة رقمية، ولدينا سجل خاص بكل مواطن يوناني بدءا من ميلاده حتى وفاته، بكل ما يتعلق بصحته وحياته. نستفيد من وجود هذه البيانات لتحسين خدمات الرعاية الصحية قدر الإمكان، وهذا هو المجال الذي نستطيع أن نتعاون فيه مع مصر. وأنا أتابع ما الذي تفعله مصر، وأريد أن أقول أن الرؤية التي رأيتها في الفيديو هي رؤية رائعة بالنسبة لي، لأن فخامتك يجب أن تعلم أننا في اليونان نحب مصر. مصر صديق تاريخي لنا، وخبرتنا من الأزمة المالية في هذه المجالات أعتقد أنها ستفيد مصر كثيرا. لقد استطعنا أن نتعلم بطرق ذكية كيف ندير الأموال، وكيف نكون أكثر كفاءة، وأن نقدم خدمات صحية أفضل لشعبنا، وهذا هو ما يهم. وبالطبع أريد أن أثني على مذكرة التفاهم التي وقعت في العام الماضي مع المركز الصحي في أثينا، وأريد أن أعززها. باقي على زمن الجلسة أقل من 10 دقائق، فأرجو الالتزام بالوقت المحدد لإنهاء الجلسة. من خلال الأمم المتحدة، كيف يمكن للدول التي تحول النمو السكاني إلى قوة اقتصادية؟ نرى كثير من الدول يعني يوجد بها أعداد كبيرة، ولكن كانت من السيطرة على الزيادة السكانية والعمل على يعني تحسين الخصائص السكانية، ثم بدأت في جني ثمار التغير الديموغرافي. فكيف للأمم المتحدة أن تدعم الاستفادة من الديناميكيات والخصائص الديموغرافية، وتحول النمو السكاني من عبء إلى قوة للتنمية؟
تتفضلي. شكرا معالي الوزير، سأحاول أن أكون موجزة. الرؤية سيدي، تستطيع البلدان أن تحدث هذا التحول بأن تكون لديها الرؤية، وأعتقد أن فخامة الرئيس هنا لديه الرؤية. ثانيا العمل، ثالثا الحوكمة الرشيدة. هذه المكونات الثلاثة التي تساعدنا على بناء بنية تحتية اجتماعية، مدارس، مراكز خدمات صحية، حتى آخر خطوة في كل قرية وفي كل منطقة. وما هو قائم في مصر هو العمل على التحسين. مصر دولة من دول قلائل تقدم تعليم عالي باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وهي أمر رائع للقارة وللشرق الأوسط بأكمله. نقطة أخرى في غاية الأهمية هي النهج الثقافي. الكثير من علماء الدين حازوا تعليمهم هنا في مصر. وأود أن أقول شيء آخر حيال هذا الأمر. سيدي الرئيس، 30 years I wanted to come to this country. أردت أن آتي إلى هذه الدولة منذ 30 عاما كموظفة في برنامج الأمم المتحدة الأنمائية، وتوسلت إلى رئيسي ورفض. أنا سعيدة لوجودي هنا بعد مرور 30 عاما، لأن بعد هذه الفترة شهدنا القاسم الديموغرافي ومصر تجني الثمار. هذه هي مصر، هذه هي الحوكمة الرشيدة، وهي أمر أساسي بالنسبة لي. عندما كنت أنت رئيسا للاتحاد الأفريقي، لقد مررت في كافة أرجاء القارة الأفريقية وتحققت من أن كل ما تقدمه مصر للقارة الأفريقية هو أحدث النسخ من التكنولوجيا. في دولتي كنت أعمل في التعاون الدولي، وقدمتم لنا مدارس طبية في جامعة جمال عبد الناصر على أعلى مستوى. سيدي الوزير، هذا هو ما نفعله، البيانات الديموغرافية، و هذا هو كل ما نحتاجه، هذا هو العائد. إذا ما كان هناك حوكمة سنحقق أي شيء نطمح إليه. مع وزير صاحب جمهورية العراق الدكتور صالح مهدي الحسناوي، ونعمل سويا في التعاون في مجال الأنظمة الصحية، والتقينا في أكثر من مجال، وبالفعل سواء في مجال الأدوية أو في مجال تأهيل الكوادر الصحية أو اكتساب وتبادل الخبرات بين الدولتين الشقيقين. كيف ترى الخطوات التي يتبعها العراق لضمان منظومة الرعاية الصحية ومرونة المنظومة في ظل الاضطرابات الجارية والمستقبلية التي يمكن أن يمر بها العالم؟ شكرا جزيلا دكتور. حقيقة مرونة الأنظمة الصحية أصبحت ضرورة لا بد منها، خاصة بعد تعرض العالم إلى أزمة كوفيد وفشل معظم الأنظمة الصحية بالتصدي لها. نحن في العراق نعمل على عدة محاور، وباختصار نعتمد الرعاية الصحية الأولية كمحور أساس وكقاعدة أساسية للرعاية الصحية الأولية، ماضين بإنشاء المراكز الصحية وصولا إلى هدف خلال 3 سنوات قادمة إلى مركز صحي لكل 15,000 مواطن، وأيضا التركيز على طب الأسرة والمراكز الصحية الخاصة بطب الأسرة، إضافة إلى إنشاء وتحديث المؤسسات الصحية. في العراق آخر مستشفى كان 1986، لدينا 45 مستشفى تحت الإنشاء في القطاع العام، افتتحنا منها عشرات المستشفيات والباقي تحت الإنشاء. ننتقل بإنشاء المستشفيات من مراكز المحافظات، من العاصمة مراكز المحافظات. الآن ابتدأنا بمشروع جديد لإنشاء مستشفيات في الأقضية، لدينا مشروع إن شاء الله خلال الشهرين القادمة يكتمل بحالة المستشفيات إلى شركات، ومن ضمنها 3 شركات مصرية في إنشاء مستشفيات في الأقضية بسعة 128 سرير. أيضا اعتمدنا تطوير وتدريب الملاكات بالشراكات مع منظمات عالمية وأيضا مع مراكز تدريبية عالمية. توطين الصناعة الدوائية أحد الدروس المهمة المستخلصة من أزمة كوفيد نعمل عليها، لدينا مشاريع كثيرة وبعضها بالتعاون مع بعض المصانع المصرية. وشرعنا بقانون الضمان الصحي لضمان تغطية صحية شاملة لأبناء شعبنا العراقي. هذا باختصار وما يسمح به الوقت، وشكرا جزيلا. أشكرك. وأخيرا وليس آخرا، الدكتور عبدالله الدرديري مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة، في عملك في البرنامج
الإنمائي، كيف ترى العلاقة بين التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية في الدول العربية تحديداً، وذلك من خلال أوقات الأزمات أو الاضطرابات السياسية، وكيف يمكن معالجة هذه العلاقة ومحاولة الاستفادة ما بين التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية؟ تفضل. أولاً فلنتفق على أنه لا تناقض ما بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، لأن هناك كان فكرة بأن هناك مفاضلة ما بين النمو والتنمية الاقتصادية وما بين التنمية البشرية طويلة المدى. هذان أمران مكملان لبعضهما. فلنأخذ الولايات المتحدة على سبيل المثال، لو لم تعتمد الولايات المتحدة منذ عام 1960 حتى الآن نظاماً للحماية الاجتماعية كما نراه اليوم، لكانت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا أقل ب30% مما هي عليه اليوم. إذن العلاقة، الاستثمار في الحماية الاجتماعية أمر ضروري وأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعادل والذي يشمل الجميع. في أثناء النزاعات عادة ما للأسف يحصل هناك خطأ في أننا يجب أن نبدأ بالمعونة الإنسانية، وعندما تستقر الأوضاع نبدأ بالتنمية ولاحقا نبدأ بالتنمية البشرية. فلنأخذ فلسطين على سبيل المثال. فلسطين تحتاج إلى 280 مليون دولار سنوية من المعونة الإنسانية، وهذا الرقم لم يتأمن حتى الآن. لكن حتى لو تأمن 200 مليون دولار معونة إنسانية في فلسطين لمدة 10 سنوات القادمة، فإن لا مجال للتعافي الاقتصادي مع معونة إنسانية فقط. فلسطين تحتاج إلى 290 مليون دولار سنوياً استثمار تنموي إلى جانب المعونة الإنسانية خلال السنوات 10 القادمة، كي يعود حجم الناتج الفلسطيني إلى عام 2022. وبالتالي ويجب أن يكون هذا الاستثمار التنموي مرتبطاً بالتنمية البشرية، ولا أن نعود إلى فكرة أن الناتج الاقتصادي يتحقق ولكن التنمية البشرية ومؤشر التنمية البشرية يبقى أضعف منه. هذا الربط يجب أن يكون واضحاً منذ اللحظة الأولى لاندلاع النزاع، لأنه نجد أنه في هذا النمو الاقتصادي أو غيابه سابقاً أو غياب التنمية البشرية السابقة هي جذور النزاع نفسه. وبالتالي البرنامج الإنمائي يعمل مع الدول العربية في فلسطين، في كل الدول العربية المتأثرة بالنزاعات. الآن لبنان حتى الآن خسر 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أشهر 3 فقط من النزاع الحالي، وبالتالي نعمل معهم من أجل تعزيز الدعم الإنساني ولكن أيضاً تعزيز الدعم التنموي الآن للتعافي المبكر وربطه بالتنمية البشرية من أجل التعافي طويل المدى. أشكرك، وفي نهاية هذه الجلسة الحوارية أشكر السادة المشاركين وأشكر السادة الحضور وأشكر فخامة الرئيس على تشريفه لنا، وأشكركم على الالتزام بالتوقيت كما كان محدد له. أشكركم شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للدكتور خالد عبد الغفار على إدارة هذه الجلسة الحوارية، وبالتأكيد كل الشكر والتحية والتقدير لكل السيدات والسادة المتحدثين في هذه الجلسة الحوارية. شكرا فخامة الرئيس على تشريف سيادتكم لافتتاح هذا المؤتمر، وندعو سيادتكم الآن لجولة. طب اسمحي لي، شكرا جزيلا، تفضلي. لكن اسمحي لي ان انا في البداية اهنئكم بالمؤتمر، واسمحوا لي ان ارحب بكم وبالإسهام اللي انتم اسهمتوا به أثناء الحوار اللي تم مع الدكتور خالد. أشكرك شكرا جزيلا، واسمحوا لي أن احنا نوجه لهم التحية على ذلك. يعني الحقيقة العنوان بتاع عنوان الجلسة عنوان مهم قوي، واحنا في مصر لنا تجربة في طرح الأزمة، وإزاي الأزمة ممكن تتحول إلى أو المحنة تتحول لمنحة يعني. وأنا هقول 3-4 أمثلة لو سمحتوا لي على تجربتنا هنا في مصر في هذا المجال.
هبدأ في القطاع الصحة على سبيل المثال. إحنا كان عندنا يعني إحنا خرجنا من 2011 بظرف اقتصادي صعب وحالة عدم استقرار أمني نتيجة التطرف والإرهاب، والبلد كانت في حالة فوضى يعني، وبالتالي التحديات اللي كانت موجودة والأزمات اللي كانت موجودة ساعتها أي حد كان يشوفها في الوقت ده يحس إن ما يعني إنها ما فيش حل يعني ما فيش حل. لكن الحقيقة الأمر مش كده، وأنا بتفق مع كل المتحدثين على إن الأزمات بتوفر فرص حقيقية ونجاح حقيقي بتحديها ومحاولة إيجاد حلول ليها. وإحنا اعتنقنا مبدئين أو استراتيجيتين مهمتين جدا في الموضوع دوت. إحنا مزجنا بين الحلول المتوازية والمتكاملة والمتداخلة. ده كانت أحد العناصر أو أحد الاستراتيجيات اللي إحنا كدولة حرصنا على إن إحنا نتعامل بيها، عشان لما نتعامل مع موضوع يكون له تأثير على كثير من الموضوعات الأخرى. دي أول مبدأ. المبدأ الثاني هو الحفاظ على الأهداف. الحفاظ على الأهداف يعني مهما كانت العقبات اللي بتقابلنا والأزمات اللي بتقابلنا، لا إحنا كنا حريصين على إن إحنا الأهداف اللي كانت موضوعة من جانب الحكومة والدولة في تخطيطها إنها تتحرك وتتعامل معها. هبدأ بحاجة بسيطة جدا زي موضوع الفيروس اللي تحدثتم عنه وقوائم الانتظار على كمثال في مجال الصحة. يعني إحنا بنتكلم عليها دلوقتي كتاريخ، يعني مسألة تجاوزناها، رغم إن هي في الوقت اللي إحنا قبل ما نتحرك لمواجهتها كانت من أكبر الأزمات اللي بتقابلنا على المستوى الصحي في مصر. مش بس التأثير الصحي، ده أيضا التأثير النفسي اللي كان بينجو معنا. لكن إحنا مجرد ما لقينا إن في فرصة لعلاج لهذا الفيروس اللي إحنا كنا بنبحث خلال سنوات طويلة جدا قبل اكتشاف هذا العلاج، اتحركنا، الدولة اتحركت واستفادت من العلاج اللي توفر في الوقت دوت، وعملت يعني حملة قومية، عملت مسح كامل للدولة المصرية عشان تشوف المستوى الصحي بصفة عامة. احنا عملنا مسح للسمنة، لأمراض الضغط والسكر، بمناسبة ان احنا بنعالج الفيروس سي. وبالتالي بعد ما عملنا ده بقى عندنا بيانات ضخمة جدا للحالة الصحية في مصر، ساهمت بعد كده ان احنا نبني عليها مسار اكثر تقدما مما كنا عليه. وخرجنا من أزمة الفيروس سي بدولة بعد ما كانت من اكثر دول العالم يعني مصابة بالفيروس سي إلى دولة بفضل الله سبحانه وتعالى خالية من الفيروس سي. دي نقطة. كان عندنا برضو أزمة تانية، كانت أزمة البطالة، وكانت نسب البطالة عندنا عالية. وأنا بحطها قدام كل اللي بيسمعني دلوقتي وبقول لو تتصوروا إن إحنا حجم الخريجين في مصر سواء كانوا من الجامعات أو من المدارس والمعاهد المختلفة قد يكون بيقترب من بين 700-800 ألف للمليون. فلو كلمنا في 10 إحنا بنتكلم محتاجين نوفر يعني من 7-8-10 مليون فرصة عمل سنويا، يعني 700 ألف للمليون فرصة عمل سنويا على مدار 10 سنين اللي فاتوا. أنا بتكلم على الحلول المتوازية والمتكاملة والمزج بينها، عشان نقول في الآخر وإحنا في 2011 كان عددنا تقريبا 80 مليون والنهاردة إحنا عددنا 106 مليون. لكن بالرغم من ده إحنا وصلين لنسبة البطالة 7%، 6.5. الدكتور مصطفى كمان بيفرحني أكتر، 6.5%
وده معناه ايه؟ معناه ان الاستهداف ومجابهة التحدي بتاع نمو السكان الضخم وتوفير فرص عمل لمجابهة البطالة احنا اشتغلنا عليه بشكل كويس جدا في اطار اقامة البنية الاساسية للدولة المصرية حتى تعبر الحالة اللي كانت فيها البنية مش متواضعة، لا كانت بنية اساسية متخلفة. يعني اذا كنا بنتكلم النهاردة ترتيبنا 22، انا مش عايز اقول في الوقت ده كان ترتيبنا كام على العالم. فده امر بحط يعني بنضيفه لحضراتكم على ان الجهد اللي عملته الدولة المصرية وحركتها، لان كتير مننا وده نقطة اخرى هتكلم فيها، يتصوروا ان الازمة الاقتصادية فقط هو عنوان محل الاهتمام فقط، وبيخلي كثير مننا يتجاوز حجم الجهد وحجم النجاح وحجم الإنجاز اللي تم في كل مناحي الدولة المصرية. احنا بنتكلم على بنية أساسية طاقة كاملة متكاملة، بنتكلم على مواني ومطارات، بنتكلم على شبكة طرق وشبكة سكة حديد تم تحديثها وإضافة شبكة حديثة جدا تعمل بالطاقة الكهربائية. يعني عايز أقول في الآخر إن رغم كل التحدي الاقتصادي اللي كان موجود من 2011 وما بعدها والحرب على الإرهاب، لكن التحديات دي كلها بالكامل اتحطت قدام عينينا وتحركنا زي ما قلت كده بخطة حافظنا فيها على أهدافنا ومصرين على تحقيقها. نقطة تانية هتكلم عليها ومش عايز أطيل عليكم أكتر من كده عشان الدكتور خالد الوقت اللي هو مخصصه ليا يعني فهحترمه يعني، بس أنا عايز أقول لكم مثلا من ضمن الحاجات اللي عندنا المية، وأنا بقولها هنا عشان تبقى واضحة للعالم كله. نحن في مصر حصتنا من المية موجودة لم تتغير على مدى عشرات ويمكن مئات السنين، يعني احنا تقريبا بنتكلم في 55 مليار متر مية. من عدد سكان 4 مليون من حوالي 150-200 سنة ل 106 مليون دلوقتي، وده دخلنا في حالة فقر مائي شديد. ما عملناش صراعات مع حد عشان نقول ان حصة المية بتاعتنا نزودها، ولان ده تحدي، وطبقا لمعايير الأمم المتحدة نحن في حالة فقر مائي شديد، أقل من 450 متر مكعب في السنة للإنسان، والمفروض أنه هو 900,000 متر مكعب في السنة. ما عملناش كده، دخلنا في برنامج ضخم جدا على مدى العشر سنين اللي فاتوا لاستفادة ومعالجة المياه بشكل متطور للغاية، يجعلنا زي ما قلت قبل كده بين يعني في مصاف يمكن الدول رقم 2 في العالم في تدوير واستخدام المياه. احنا انفقنا في هذا الامر ارقام هائلة عشان يبقى عندنا محطات معالجة ثلاثية متطورة على مستوى دولة بتستخدم مياه ل 106 مليون انسان، مش بس في الشرب والكده، لا ده حتى في الصرف الزراعي. احنا عملنا الكلام ده لمعالجة مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها مرة واثنين وثلاثة. خلاصة الكلام إن الأزمة وإن كانت أزمة ولكن بالإصرار وبالفكر وبالعمل والمحافظة على الأهداف زي ما قلت ممكن قوي تتحول الأزمة إلى منحة جيدة جدا. آخر حاجة أتكلم عليها هي موضوع الأزمة الاقتصادية ومسار الإصلاح الاقتصادي. وإحنا أيضا في هذا الأمر عملنا يعني برنامجين، برنامج في 2016 وده نجحنا فيه، بس أنا نجحنا فيه مش بس بجهدنا ولكن باستقرار الأوضاع الإقليمية والدولية عما كنا نحن عليه الآن. أما البرنامج الحالي اللي احنا شغالين فيه وده مهم ودي رسالة بقولها لينا ولمؤسسات الدولية المعنية بهذا الأمر، الصندوق والبنك الدولي وكل المؤسسات، إن احنا بنعمل هذا البرنامج في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة ليها تأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد في العالم كله، وبيتقال إن هيبقى فيه ركود اقتصادي محتمل خلال
السنوات أو القليلة القادمة نتيجة التداعيات لهذا الأمر. طب ما احنا جزء من اقتصاد العالم، وبالتالي برنامجنا اللي احنا شغالين بيه إن ما تحطتش في الاعتبار التحديات اللي أنا بتكلم عليها ديت، ولما نيجي نقول إن احنا فقدنا 6-7 مليار دولار خلال فقط 7-8 شهور الماضيين، وإن الأمر ده محتمل إنه يستمر معانا لمدة سنة كمان نتيجة التداعيات اللي احنا بنشوفها، يبقى إذن البرنامج اللي احنا متفقين فيه مع الصندوق، وده أمر مهم أنا بقوله للحكومة وبقوله لنفسي، إذا كان التحدي ده هيخلينا نخضع على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف، لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا فخامة الرئيس، شكرا لتشريفكم وافتتاحكم للنسخة الثانية من هذا المؤتمر.